النهارده بقى من باك ستيدج البرايم السادس، بنحب نعرف ايه شعورك النهارده وحاسس بايه يا هاب. وبما انك النهارده اول تابلو تغنيه النهارده في البرايم، شعورك ايه واحساسك ايه النهارده؟ شعوري حلو، احساسي حلو، متحمس للتابلو ومتحمس بزاف ومجد الاغنيه، والاغنيه لايقه عليا وكل شيء بخير، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه اللي عطاو لي الاساتذه واللجنه، وان شاء الله نكون يعني على قد المسؤوليه. وإيهاب ان شاء الله خدام وبخير وغادي مزيان وصافي. معنا طبعا رافائيل جبور حبيب قلبي. رافائيل، النهارده انت بتغني للبنان عيد الاستقلال، بتحب تقول ايه بقى بمناسبه عيد الاستقلال وانك بتغني انت ومروان اغنيه وطنيه النهارده؟ ان شاء الله يكون عيد سعيد على الكل، وبحب وجه تحيه لكل الشعب اللبناني، كمان كل الشعب المغربي كمان بمرور عيد الاستقلال. وبحب عيد ان شاء الله كل الوطن العربي يبعد عن كل المشاكل كل الصعوبات اللي عم بيقطع فيها، وان شاء الله يكون برايم حلو وبالتوفيق لكل الشباب، وان شاء الله بالتقدم. سعد حبيبي، سعد النهارده بما انك تاني مره نومني والبرايم السادس، شعورك ايه وحاسس بايه وعايز تقول ايه النهارده للفانز بتوعك؟ طبعا انا مبدئيا فاضل تقريبا ساعتين على البرايم، صدقني انا مش بفكر اطلع نومني يعني اطلع برا البرنامج ولا لا. دلوقتي اللحظه اللي احنا فيها انا بفكر ان انا ادي الاغنيه كويس وعجب الناس وعجب الاساتذه وساب الباقي على ربنا، يعني سواء رجعت او ما رجعتش دي حاجه بتاعت ربنا، بس ان شاء الله يعني ارجع. وان شاء مروان، احلى مروان في الاكاديمي النهارده بتغني مع اخوك رافائيل للبنان عيد الاستقلال، تحب تقول ايه للبنان وتحب تقول للشعب اللبناني؟ بدي اقول ان شاء الله تكون وصلت رساله هالسلام من خلال هالثلاث اغاني اللي اخذتها قبل، وحتى خير رافائيل اكيد هتاني مره، وهيدا شرف كبير لي. علوش حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ عايز اعرف شعورك ايه النهارده انك بتغني معايا لاول مره من اول ما بدانا ستار اكاديمي، ان التابلو ليا انا وانت ونسيم، شعورك ايه النهارده وانت بتغني معايا وبتغني اغنيه وطنيه طبعا، وعايز تقول ايه للشعب كله في الوطن العربي؟ والله انا لي الشرف اني بغني معك اصلا انت ونسيم اساسا، وكانت اليوم بغني عن الوطن، وكثير متحمس انه اطلع على الستيج. صح اني خايف شويتين، بس يعني ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع، وبحب اقول للشعب العربي كله انه ان شاء الله يعم عليهم السلام وان شاء الله ان اخر الاحزان. نسيم أحلى. كيفك نسيم؟ الحمد لله. برضه نفس القصه، احساسك ايه للمره الثانيه انك بتغني معايا على المسرح والنهارده انك بتغني اغنيه وطنيه، وعايزك تقول لي شعورك ايه طبعا وعايز تقول للفانز بتوعك ايه؟ نحب نقولهم نحبهم برشا وتوحش تونس برشا، و مش هقول انا مش متفائل بالتابلو، لكن الاغنيه تحفونا ياسر، وان شاء الله نعملها بركده ان شاء الله. كيفك انيس؟ سؤالي النهارده المهم ليك جدا، شعورك النهارده ان انت بعد ثالث برايم بترجع تغني تاني مع الجزء الثاني ليك مابل، شعورك ايه انك انت النهارده بتغني معاها، واحساسك ايه بالتابلو؟ متحمس خايف؟ اكيد متحمس للتابلو، راح يكون هذا التابلو احسن من تابلوات اللي فاتت معي انا ومابل. قصه كتير حلوه وانا بزاف متحمس اني ارجع اغني معها مره تانية. البرايم كله راح يكون حلو، في حس وطني، بحس انه في انتم حتغنوا على الوطن، مروان ورافائيل حيغنوا على الوطن، ان شاء الله يكون برايم حلو. شو شعورك محمد عباس قبل هالبرايم الحلو برايم السادس، وشو بتحب تقول للفانز، وشو بتحب تقول بعيد الاستقلال المغرب ولبنان؟ طبعا بقول لكل الشباب كله طبعا انا بعيد طبعا على كل الشعب اللبناني والشعب المغربي، وانا كمان ومبسوط النهارده ان انا اول مره بغني اغنيه وطنيه انا ونسيم وعلي، ويا رب الناس تتبسط بيها وتوصل للناس، ومتحمس جدا اطلع على المسرح. وقبل بمناسبه عيد الاستقلال المغربي، ونحب ان نوجه تحيه للشعب المغربي الشقيق، وكل عام هم حيين بخير، والشعب اللبناني زاد بمناسبه عيد الاستقلال نحب نوجه لهم تحيه، وكل عام وانتم حيين بالف خير. إيهاب ابن المغرب، شو بتحب تقول للشعب المغربي بعيد الاستقلال؟ كل عام والمغرب امان، وكل عام والمغرب بخير، وكل عام والمغرب مزدهر.